أطيب وأسهل طريقة لتحضير صينية اللازانيا، واحدة من أطيب الوصفات من المطبخ الإيطالي. رح أحضرها معاكم اليوم على طريقتي، بطريقة كتير سهلة ومميزة، ما رح تاخد معاكم وقت كتير. رح نعمل اللازانيا من دون سلق، ورح نعمل أطيب صوص لحمة وبندورة، وكمان رح أشارك معاكم طريقة تحضير البشاميل بطريقة مناسبة للازانيا لحتى تستوي معانا ويطلع معانا طعمها كتير مميز وطيب. فإذا كنتوا أول مرة عم تشوفوا قناتي، ما تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. وهلأ خلينا ننتقل سوا لطريقة التحضير. بالبداية رح نحتاج لنحضر صوص اللحمة والبندورة. عندي هنا طنجرة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة من زيت الزيتون ونزلت عليها اللحمة المفرومة ناعم. مقدار اللحمة عندي هون تقريبا بين 200 و 250 جرام. انا رح اعمل اليوم صينية اللازانيا بتكفي لشخصين. وبالنسبة للحمة مستخدمة لحمة خروف، ممكن تستخدموا لحمة خروف او لحمة عجل. قلبت اللحمة على نار عالية وحاولت احركها بالمعلقة لحتى تتفتت بهذا الشكل، واول ما تغير لونها نزلت عليها بصلة حجم متوسط كمان مفرومة ناعم. بعد ما اضيف البصلة بخلي النار تصير متوسطة لحتى تتدبل عندي البصلة، وبعدين رح ابلش اضيف البهارات. ضفت رشة بسيطة من الكركم والقرفة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقة صغيرة من البهارات الايطالية مثل الريحان والاوريغانو. بعد هيك كنت فارمة حبتين من البندورة حجم متوسط لمكعبات بهذا الشكل، وبضيفهم فوق اللحمة. بقلبهم مع بعض شوي هيك دقيقتين ثلاثة على نار متوسطة، وبعد هيك رح اضيف الملح. رح اضيف تقريبا نص معلقة صغيرة من الملح، واكيد دايما ذوقوا الاكل وتأكدوا من نكهة الملح والبهارات المناسبة لإلكم. بعد هيك ضفت من معلقتين لثلاثة كبار من معجون البندورة، بيعتمد على كيف اللون عندكم. اذا لونها قوي بكفي معلقتين، واذا حسيتوا انه لونها خفيف ممكن تضيفوا لحد 3 معالق. بكمل تقليب بهذا الشكل، وبعد هيك رح اضيف عليهم تقريبا كوب واحد من المي الساخنة. بتركهم على نار عالية لحتى يبلش عندي الخليط يغلي، بعدين رح اغطي الطنجرة واحطها على نار هادية تقريبا من 20 لـ30 دقيقة. ضروري الصوص عنا يتسبك منيح لحتى يعطينا نتيجة افضل. وبعد ما يتسبك عندي صوص اللحمة والبندورة ويصير جاهز، رح ابدأ هلأ بتحضير صوص البشاميل. كمان عندي هون طنجرة على النار، حطيت عليها معلقتين كبار من الزبدة. اول ما تبلش تدوب بهذا الشكل رح اضيف عليها معلقتين كبار من الطحين. الطحين استخدمت معلقة الاكل عيرت فيه، وتكون المعلقة مليانة. النار عندي هون متوسطة، رح ابدأ بالتقليب بهذا الشكل لحتى تروح عندي طعمة الطحين الني ويتحمص شوي. بعدين عندي على جنب هون كوب واحد من الكريمة وكوب من الحليب السائل. رح ابدأ اضيف بالتدريج بهذا الشكل. اول ما يبلش يختفي عندي خليط الحليب والكريمة برجع بضيف مرة تانية، ونتأكد انه تكون النار متوسطة مع التحريك المستمر. وبكمل التحريك وإضافة الحليب والكريمة بالتدريج لحتى تخلص عندي كل الكمية ويمتزج الطحين مع الزبدة والسوائل. وبعد هيك رح أقوي عندي النار لحتى الخليط يبلش يغلي، وأكيد بضيف ملح وفلفل أسود، وممكن كمان تستغنوا عن الملح بنص مكعب من مرقة الدجاج. باللازانيا بنحتاج يكون صوص البشاميل خفيف شوي، أخف من البشاميل اللي عادة بنحضره. وهلأ نيجي لوقت تطبيق صينية اللازانيا. بحتاج لبايركس أو أي صينية حابين تدخلوها على الفرن، وأكيد دائما بنفضل يكون الشكل مستطيل أو مربع لأنه شرائح اللازانيا بتكون بالطول. بضيف أول شي طبقة بسيطة من البشاميل، وبعدين رح أبدأ أحط هلأ شرائح اللازانيا على حسب حجم البايركس اللي عندكم، تعملوا القطع بالشكل المناسب. أنا هون القطعة أخذت منها شوي، وأكيد برجع بستخدمها بالطبقات التانية. هلأ بعد ما ضفت صوص البشاميل وحطيت عليه شرائح اللازانيا، رح أضيف بمعلقة السكب مقدار معلقة واحدة من صوص اللحمة والبندورة، وبكمل بالخطوات بهذا الشكل. شرائح اللازانيا هون عندي أنا ما رح أسلقها، رح تستوي عندي من صوص البندورة اللي حضرته. لهيك احنا بنعمل الصوص يكون شوي مرقته بزيادة لحتى تستوي فيه شرائح اللازانيا. وبرجع بضيف صوص بشاميل بهذا الشكل. اكيد ممكن تبهروا زيادة تضيفوا زعتر او اوريغانو بين الطبقات. وهاي قطع اللي قطعتها من شرائح اللازانيا، برجع بحط تنتين مع بعض وهيك بستخدمها، وبكمل باقي الطبقات لازانيا، بعدين لحمة وبندورة، وبعدين بحط عليها البشاميل لحتى أخلص كل الطبقات اللي عندي. أنا بهذا البايركس حضرت، يعني هاي كمية بتكفي لشخصين، حضرت كمية تقريبا 3 طبقات من شرائح اللازانيا
واللحمة والبندورة، وآخر طبقة اللي هي الرابعة بتكون بس آخر شيء اللي هي شرائح اللازانيا، وعلى وجهها رح أضيف كمية من صوص البشاميل. جربوا هاي الطريقة، حتى لو عندكم شرائح اللازانيا بتحتاج لسلق، جربوا اعملوها بهاي الطريقة، تكتروا صوص البندورة وتعملوا البشاميل يكون خفيف شوي، بهاي الطريقة رح تستوي ويطلع طعمها أطيب. وبعد هيك غلفتها بالقصدير ودخلتها على الفرن على حرارة 180 على الرف الوسط، النار بس من تحت، تاخد بس 25 دقيقة. وبعد ما تمر ال 25 دقيقة أكيد ما تطولوا عليها بالفرن، ما تخلوها بزيادة لحتى ما تنطبخ المعكرونة أكتر من هيك. رح أشيل ورق القصدير والزبدة وحط عليها كمية من جبنة الموزاريلا وأرجع أشغل عليها الشواية لحتى تتحمر. وأكيد مثل دايما رح تلاقوني كاتبة الوصفة بالتفصيل بصندوق الوصف أو بالدسكريبشن بوكس. وبس هيك صينية اللازانيا صارت عندي جاهزة بعد ما حمرت وجهها، استنى عليها تقريبا 5 دقايق لحتى تهدى شوي وبعدين منقطعها. بتمنى انه تجربوا الوصفة على طريقتي وان شاء الله رح تعجبكم كتير، واذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ونلتقي ان شاء الله بفيديو جديد. باي باي.